عشية 25 من تشرين، موعد الذكرى السنوية لتجدد الاحتجاجات الشعبية الشبابية، يتذكر المحتجون ما حدث قبل عام. صور التقطت بكاميرات هواتفهم وثقت لحظات من الحب والحزن والخوف والتفاؤل والإيثار، صور بقيت عالقة في عيونهم، قد تكون أكثرها ألماً صور الشهداء والجرحى الذين سقطوا برصاص القناص الحكومي أو القنابل الغازية القاتلة. المشاهد اللي ممكن أن تغيب عن بالي وعن بال المتظاهرين هو منظر الشهداء اللي ما كان لهم أي ذنب ولا أي مبرر للقتل، مجرد إحنا متظاهرين سلميين أرعب الفاسدين، صوتنا صوت الحق. مواقف الشباب الشجاعة لا تعد، التكاتك التي تحولت إلى سيارات إسعاف، الفتية الذين صاروا صيادي قنابل الدخان والآخرون الداعمون لوجستياً، مواقف يتذكرها التشرينيون بفخر ووجوههم تبتسم فرحا وتأثرا وهم يستعيدون تلك اللحظات التي صنعت فارقا في وطن ظن الجميع إن شبابه تخلوا عنه. الانتماء الحقيقي، الناس اللي عندها حب الوطن فوق كل شيء، فوق كل المسميات وكل الديانات وكل الانتماءات، الوطن، بس الوطن. هذا شعور يعني خليك يعني تحس تطاير. رافع الموبايل بيدي ودا أصور الأجواء والشعب شلون طلع. صديق صدفة تليفون بيدو جاء، افتر واحد صديق وكلني بإيده، ما أعرفه، هذا أول لقاء كان بيناتنا ولحد الآن أدور عليه ما لقيته من بعد ما كان ضرب، يعني صار ضرب وراه اختفى. عام مضى وصور الشباب المحتجين تحولت إلى بانوراما ملحمية تلهم المحتجين قوة للعودة في 25 من تشرين بتنظيم أعلى وأهداف أوسع وتصميم أكبر للحصول على وطن يليق بمواطنيه. دفتر ذكريات تشرين احتوت صفحاته قصصا عن الحب والإيثار والإرادة التي امتلكها شباب استطاعوا أن يغيروا شكل الوطن. حيدر البدري، يو تي في، بغداد.